الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 18 من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر 11 لعام 19 و2000. وقد شرعنا في قراءة باب قوله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وقفنا على قول ابن عباس. أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصرف لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البرق في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وفلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا ولولا الله وفلان. على هذا أكثر ما ذكر في هذا الباب، يعني من الألفاظ الشركية، وأكثرها هو شرك لفظي، شرك لفظي أصغر لا يأخذ ملة الإسلام، لكن كونه شرك أصغر لا يبرر الإنسان به المسلم، لأنه أصغر بالنسبة للأكبر، وإلا هذا الشرك الأصغر أكبر من كل الكبائر، كما فهم ذلك ابن مسعود رضي الله عنه كما في الباب. نعم. الشاهد رحمه الله تعالى قال: وقال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك. الآية اللي قال تعالى: فلا تجعل الله أندادا. نعم. الشرك منه نوع جليل واضح، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، هذا شرك واضح جليل لأنه يرى ويفعل. وهناك شرك خفي وهو نوعان: النوع الأول شرك في المقاصد والنيات، هذا خفي لأنه في القلوب، والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. الذي يصلي لكن يصلي رياء وسمعة، وهذا لا يعلمه إلا الله. والنوع الثاني شرك خفي لأنه لا يعلمه كثير من الناس، وهو الشرك في الألفاظ دون الاعتقاد، وهو المذكور هنا. قال ابن عباس: الشرك أخفى من دبيب. إذن الشرك ينقسم إلى جلي وخفي. الجلي الواضح الظاهر، والخفي ينقسم إلى نوعين: خفي لأنه في القلب في الإرادات والنيات، يخفى على الناس، الإنسان في قلبه يفعل حتى يراه الناس، هذا بالنسبة للآخرين إيش؟ خفي، صح؟ والشرك الثاني الخفي هو ذلك الشرك الذي لا يعرفه كثير من الناس، يقعون فيه وهم لا يعرفون، كالذي يحلفون بغير الله يقول لولا الله وفلان، يقول حياتك وحياة عينيك وحياة كثير من الناس ولا يعرف انها شرك، بل حتى لو تنبهوا
تقول قل لا يا الله تقول كذا، قال ايش قلت انا ما اخطات شيء. فهناك حتى من ينتسب للعلم يبرر هذا يقول هذا ما في شيء، فهذا الشرك الخفي لان ايش يجهلونه الناس ويمارسون القاع فيه بحيث لا يشعرون. اذا افادنا الشيخ لان الشرك منه ما هو جلي يعني واضح، ومنه ما هو خفي، والخفي ينقسم الى قسمين، خفي في الارادات والنيات حيث يخفى على الناس والإنسان يعمل عمل ظاهر كأنه يصلي لله وهو يراعي الناس فهو خفي، وخفي بمعنى أنه إيش كثير من الناس لا يعلم هذا النوع الثاني من الخفي. والشرك قسم إلى تقسيم أنه أكبر وأصغر وخفي، وبعضهم قال لا أصغر وأكبر. الأكبر المخرج من ملة الإسلام الموجب لصاحب الخلد في نار جهنم المحبط لجميع الأعمال، والأصغر ما ليس كذلك. والخفي الخفي بعض العلم يقول أكبر أصغر خفي فجعله اسم ثالث، بعضهم يقول لا الخفي أكبر خفي وأصغر خفي، يعني يكون الشرك الأصغر وصف لكلا الشركين، شرك أكبر خفي وشرك أصغر خفي. الشيخ الآن فادنا الفائدة الجميلة النافعة أن حتى الخفي ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين، شرك خفي في الإرادات والنيات وهو أن يزين صلاته حتى يعني يسمع كلام الناس حتى يتكلم عليه بخير أو ما أجمل صلاته أو كريم أو متصدق، أو خفي أنه يخفى على كثير من الناس وإن كان هو من الألفاظ الظاهرة لكن لخفايا على الناس سمي خفي. واضح؟ طيب يقول قال ابن عباس الشرك أخفى. قال ابن عباس الشرك أخفى من دبيب النمل على ركاة سوداء في ظلمة الليل، سمي خفيا لأنه قل من يتنبه له. ثم ضرب له أمثلة لكلمات يقولها بعض الناس بها. هذا التشبيه للشرك الخفي بليغ جدا، نسأل الله عليه وطهر قلوبنا. خفي لهذه الدرجة يقول أخفى من دبيب النمل، لو أن نملة مشت آثار أقدامها من يرى آثار أقدام النملة؟ لا، وإذا كانت تمشي على ماذا؟ على صخرة، على صفات يعني صخرة صماء، يعني لو كان ماشي على التراب الشيء تدري يظهر أثره، لكن الشيء على صخرة صماء. وفي ليلة ظلماء في ظلمة الليل هي أقدام نملة وعلى صخرة صماء وفي ليلة ظلماء، وين واحد يعرف إيش إلى أين اتجهت هذه النملة؟ خفي جدا، يعني يقول الشرك الخفي أخفى، معنى هذا أن الله المستعان يسلك القلوب ولا يشعر للإنسان، لذلك يستحق أن نهتم بالإخلاص حتى نسلم منه. وهو يرد على قلوبنا شئنا ما بينه، لكن حتى نستغفر الله منه، حتى نتوب إلى الله، حتى يكون رجاءنا بالله عز وجل أن يعفو عنا. ولما من إنسان إلا كما يقال فيه شهوة خفية، حب أن يذكر بالخير، حب أن يقال صوته حسن، صلاته حسنة، ما شاء الله عليه ورع، ما شاء الله ثابت، ما شاء الله شجاع، ما شاء الله أمر نهى متصدق، حافظ على الصلاة، قارئ القرآن، ما يحب أصلاً أن يذم، يقال عنه مثلاً أنه كذاب، أنه غشاش، أنه كسول، أنه متقاعس، أنه ضعيف دين، أنه عاق والديه، لكن كونه يحب أن يقال عنه هذا خير من أن يقال عنه الشيء السيء، لكن ما يجعل هذا هو المقصود، وإنما قصده طاعة الله عز وجل، وتأتي الأشياء تبع أن يكون سان على السمعة طيبة سلام عليه في الآخرين، ما زال الأنبياء يذكرون ويقال عليهم السلام ويذكرون إيش بما عندهم الإخلاص والثبات وإلى آخره، أي يذكر ذلك، يعني إذا الناس أثنوا عليه خيرا فأنتم شهداء الله في الأرض، ليس من المحظور أن الناس يشهد بعضهم لبعض الخير، أنتم شهداء الله في الأرض صح؟ مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت، قال رسول الله ما وجبت؟ قال وجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض. لكن هل يكون مقصودك حتى تذكر بالخير؟ لا، مقصودك ما له طاعة الله عز وجل، طاعة الله تبارك وتعالى،
حينئذ كيف تميز بعد انك انت تريد ما عند الله ولا حتى تذكر الخير؟ ها يعني تمييز هذا من هذا ليس بالامر هين سهل الا من يسر الله عليه ذلك. فيبقى المسلم في جهاد عظيم في دنياه حتى يحقق التوحيد. التوحيد ليس كلمه تقال او درس او ورقه تقرا. التوحيد شيء عظيم من اجل خلقنا، من اجل شرع الجهاد، من اجل خلقت الدنيا والاخره، من اجل تقوم القيامه، من اجل خلق الله الجنه والنار، من اجل توضع الموازين. ليس بالامر السهل الهين الا على من سهل الله عليه وهون عليه ومكنه واكرمه ان يجعله مخلصا لله. فلذلك المسلم يجاهد جهادا عظيما لان يحقق توحيد الله تبارك وتعالى، والا السهام كثيره التي تخدش توحيده. نعم. ثم ضرب له أمثلة. قال رحمه الله تعالى: ثم ضرب له أمثلة بكلمات يقولها بعض الناس بألسنتهم. إذن مما يخدش التوحيد كلام، كالألفاظ التي سيذكر الآن، ومنها إرادات وقلوب، أشياء كثيرة تخدش التوحيد. نعم. وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، الحلف بغير الله. طبعا والله لا بأس بها. طيب هل يعني الواحد يقسم بالله حتى لو لم يستقسم؟ ما معنى يستقسم؟ يعني ما لا، حتى لو لم يطلب من ان يقسم، هل هذا مشروع؟ نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير انه يقسم من غير ان يستقسم، لكن يقسم على امر مهم يستحق التوكيد. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عنه يقول: احلفوا بالله وبروا واصدقوا، فان الله يحب ان يحلف به. حتى لو أخذت الحديث التي رتبت على أطراف على بداية الحرف الحديث تجد حديث كثيرة أقسم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، على أشياء كثيرة، مواقف كثيرة، من غير أن يستقسم أحد ليؤكد الأمر. فالحلف بالله عز وجل عبادة لله، لكن يشترط أن تحلف بالله وحده، لا تحلف بغير الله، ولا تحلف بالله وبغيره كما يقول ايش؟ والله وحياتك، لا والله فقط. اذا تحلف بالله وحده باسم الاسماء وباسم صفاته، ولا تحلف بغير الله، ولا تحلف بالله ومعه غيره، ولا تكذب، تكون صادقا، بره واصدقه، تكون بارا بيمينك. واضح؟ طيب فالحلف، قالت: الحلف بغير الله من الشرك الذي يجري على السنه كثير من الناس. صحيح. حتى أن بعض الناس بدل يقول لو سمحت يقول والنبي، على طول عقل الطالع الناس والنبي والنبي، وشرف وشرف، ذمتي وذمتي، هذا وحياتك. يعني حتى لو كلمة إكرام أو كلمة لو سمحت أو كذا، هذه تلغى على طول والنبي، على طول وحياتك، على طول وشرفك، على طول. هذا ما يجوز. منتشر ولا غير منتشر؟ منتشر. حتى من لا يفعل ذلك يقول كيش كنت أفعل وتبت والله لما تعلمت. يعني إيش؟ لا تكاد تجد من لا يقول ذلك. صوروا. وحتى بعض الناس ما تربى على هذا الشيء، يعني لا لم يعرف والداه هذا الحكم وقد علمه ولقناه أن لا يحب إلا بالله، وإلا به عن طريق وسائل الإعلام أو عن المدارس أو عن المدرسين أو ها، وإلا به يقع في شيء من ذلك. الله المستعان. في شدة انتشار، فلم يحتاج التنبيه بين الحين والآخر. نعم. قال: ولا يعلمون أنه شرك. كثيرا ما يقول بعضهم: والنبي والأمانة وحياتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. الحلف بغير الله شرك أصغر. سيأتي ذكر هذا، ولكن لا بأس الآن نقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كفر أو أشرك فيها أكثر من قول، منها يعني كفر وأشرك، كفر وأشرك يعني كفر وأشرك، وهذا له نظير. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. طيب كيف جعلنا أو بمعنى الواو؟ من كلاهما حرف عطف، أو والواو والفاء ثم الحروف عطف،
قال هذا له نظير في كتاب الله. قال جل وعلا: لمن أراد أن يذكر أو يخشى، يعني لمن أراد أن يذكر ويخشى، فقول له قولا لينا لعله يذكر. عفوا الآية اللي عرضتها أول شيء، لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، من أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يعني وأراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيه سرادا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يعني وأراد شكورا. وقال فقل له قل لعله يذكر أو يخشى، يعني لعله يذكر، فإذا تذكر ويحصى ويخشى، يعني لعله يذكر ويخشى. فقال هذا هو المعنى. إذا معنى من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني فقد كفر وأشرك، هذا التوجيه الحديث. وقيل أنه شك من أحد الرواة، فالذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال من حلف بغير الله فقد أشرك. فلما شك الراوي احتياطا أتى باللفظين، فقال أنه سمع، يعني ليس بالضرورة الراوي الصحابي، حتى لو أحد الرواة دونه، فروى الحديث بالشك، فقال أنه قال إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني أو قال أشرك، هذا يحتمل وهذا يحتمل. لكن لو حملنا على أنه فقد كفر أو أشرك، يعني فقد كفر وأشرك، مستقيم أيضا، لا سيما أن الشرك يطلع على الكفر والكفر يطلع على الشرك، فالمشرك كافر والكافر مشرك، المشرك كافر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني إيش؟ يعبد غير الله فهو مشرك، سماه الله كفارا، فالمشرك كافر والكافر مشرك. لكن قد يفرق بينهما في بعض المعاني. طيب تفضل. والحلف هو قال والحلف بغير الله شرك أصغر، هذا هو الأصل. كل الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر، يعني لا يكون من الإسلام، لا يجوز صاحب الخلود في النار، لو مات عليه يدفن في مقابر المسلمين وصلى عليه واستغفر له، تؤكل ذبيحته وإن كان يحلف بغير الله. فالحلف بغير الله شرك أصغر، هذا هو الأصل. نعم. إن كان لا يقصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله. إذا أما إذا قصد أن يعظم المخلوق به كما يعظم الله أو كما يعظم الله، كان يحلف بغير الله ويعتقد أن هذا المحلوف به هو كعظمة الله بل أعظم من الله عند بعضهم، صحيح، حتى أن بعضهم إلى عصرنا إذا أراد أن يحلف حلفا باردا على الماشي حلف بالله، ويقول يعني حتى لو حلف بالله وكذا الله جل وعلا غفور رحيم، لكن إذا أراد أن يحلف أو يقسم يمينا مغلظة لا يتجاوزها ولا يكذب فيها، حلف بالمخلوق بغير الله، ويقول هذا المخلوق إذا غضب لا يعفو، الله غفور رحيم، لكن لا ولي الفلاني تحلف به وتكذب يعمل لك شيء، فصار عندهم ماذا؟ شرك بالألوهية والربوبية، لاعتقاد أن هذا الولي سيصنع شيئا لو حلفت به وكذبت، يبتليك ببلاء ويقتلك أو يبتليك بأولادك أو بصحتك أو يذهب بصرك لو حلفت به وكذبت، بينما الله عز يحلف به كذبا، نسأل الله العافية. نعم. وهذا يوجد ليس بمعدوم، لكن عامة الذين يحلفون بغير الله يجري على ألسنتهم ولا يعتقدون أن المحلوف به كعظمة الله فضلا يكون أعظم من الله. نعم. قال إن كان لا يقصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله، وإن كان يقصد تعظيم المحلوف به مثل ما يعظم الله فإن الحلف يكون شركا أكبر. نعم. الذين يحلفون بالقبور والأضرحة ويعظمونها كما يعظمون الله هو من هذا النوع، لأن كثيرا منهم يتساهل بالحلف بالله ولا يتساهل بالحلف بالضريح أو الولي،
إذا قيل له احلف بالله بادر بالحلف، إذا قيل له احلف بمعبودك وبمعظمك وبالولي الذي أنت تعظمه ارتعد وأبى أن يحلف، يخاف من البطش من هذا الولي، فهذا شرك أكبر بلا شك. ومن الشرك في الألفاظ قول الرجل ما شاء الله. أنا أبشركم أن أصبح يعني كثير من الوعي الحمد لله، يعني في زمن مضى أنا أذكر يعني سبحان الله المسألة تخفى كثير من الناس. وأنا أذكر كنت طالبا في الثانوي فكان مدرس يعني من جنسية عربية يقسم بالشرف وشرف وشرف، فقلت الآن في الثانوي طالب قلت لا تحلف إلا بالله، قال لا الشرف هو آخر ما يتمسك فيه أبا، طيب احلف بالله، قال لا الشرف هو أعظم من كل شيء، أعظم من الله، بعضهم حتى صلاة ما يصلي، لكن الآن الحمد لله صار في وعي كبير جدا، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى موفق طلبة العلم والعلماء والكتب والمحاضرات والأشرطة، كثير من الأشياء كانت تخفى على كثير من عامة الناس، فلا يعني لا تحتقر الدعوة ولا تستهين بها، ترى كلمة ممكن ينفع الله بها، ممكن رسالة، صار فيه جدا وعي عند الناس الحمد لله عز وجل. نعم. قال ومن الشرك في الألفاظ قول الرجل ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان، لأنه لا يجوز الجمع بين الله وغيره من الواو، لأن الواو تقتضي التشريك، وصواب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الواو ما تدل على الترتيب، مطلق المشاركة، كما لو قال دخل محمد وعلي، فلا يدل على أن محمد قبل علي ولا علي قبل محمد، يحتمل محمد قبل علي ويحتمل العكس، ويحتمل أنه دخل سويا، لكن لو قال دخل محمد ثم علي، لا واضح أن من دخل قبل الآخر محمد، واضح، فلا يقال ما شاء الله وشئت، إنما قل ما شاء الله وحده، إن كان لفلان شيء معينة في شيء حقيقة فقل ما شاء الله ثم شاء فلان، أو ما شاء الله ثم شئت كنت خاطب شخصا. نعم. صواب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم ليست للتشريك وإنما هي للترتيب، وجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالعبد لا مشيئة، فالعبد له مشيئة بلا شك، ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه. فالعبد له مشيئة بلا شك، خلافا لعقيدة ما له جبرية، الجبرية ولا الجهمية؟ ونفسه لهم اسم ثالث، ما هو؟ جبرية، جهمية، المرجع، ثلاث جيمات، فضها زين؟ الجهمية هم الجبرية هم المرجع، فينفعون مشيئة العبد، يقول مجبور على أفعال، يعني كفروا بالشرع، حينئذ ما لا فائدة من الشرع، لا فائدة من إرسال الرسل ولا إنزال الكتب، ما دام الإنسان مجبور، إن كفر فهو مجبور على الكفر، وإن آمن مجبور على الإيمان، فلما يؤمر ولما ينهى ما دام إيش لا مشيئة له يختار، وهذا كذب على الله وإبطال لشرع الله، فالعبد مشيئة بلا شك ولكنها تابعة لمشيئة الله تعالى، رد على من؟ القدرية المعتزلة، فإنهم يقول ماذا؟ مشيئة العبد مستقلة، حتى أن العبد يخلق فعل نفسه، أما أن يشاء الله جل وعلا العبد شيئا قبل أن يفعله ثم يحاسب عليه هذا استشكلوا، فقد كتب الله قبل نخلق السماء والأرض 50 سنة أن فلان الكافر كتبه كافر، وفي بطن أمه كتب كتاب عمرية، ما كتب شقي أو سعيد، كتب كافر وكتب في بطن أمه شقي، هو لم يولد بعد، كيف يولد ثم يكون كافرا ثم يدخل جهنم ثم ما أخذ منها؟ فاستشكلوا هذا، استشكلوا فقالوا له بل الأمر أنف، ما معنى أنف؟ يعني مستأنف يتجدد، لم يكتب الله منذ القدم وتجدد، والعبد يخلق فعل نفسه، فأشرك بالربوبية
كم خالق عندهم؟ كم خالق؟ بعدد الناس، كل واحد له مشيئة يخلق بها، وهذا من أبطل الباطل. وما يدل على بطلان أنه مخالف كتاب السنة. ربنا يقول لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. ومما يبطل هذا الاعتقاد الباطل أنه يلزم منه أن تكون مشيئة العبد غالبة لمشيئة الله. لم يشأ الله جل وعلا فهم يكفر، لكن هذا غلبت مشيئة مشيئة الله فكفر. لم يشأ الله جل وعلا فلان أن يشرب الخمر، لكن هذا غلبت مشيئته مشيئة الله فشرب الخمر. أليس هذا بلازم؟ يلزم أو لا يلزم؟ يلزم. وهذا من أبطل الباطل. كيف مشيئة عبد تغلب مشيئة الله؟ فالحق أن العبد له مشيئة بخلاف القول الجبرية الجهمية المرجع، ومشيئته ليست مستقلة عن مشيئة الله، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فأهل السنة يؤمنون بماذا وماذا؟ بالقدر وبالشرع. يؤمن بأن الله قدر كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديره، علمه فكتبه لعلمي، علم فلان بأنه سيكفر، يعلم الله ما سيكون فكتب أمر القلم أن يكتب ماذا فلان كافر، لأنه يعلم جل وعلا، فعلم فكتب، فشاء أن يخلق المخلوقات فخلق بمشيئته، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، وخلق العباد وخلق أفعالهم، أفعال العباد مخلوقة لله يقوم هم بها، لكن هي مخلوقة لله. لماذا؟ لأن الله يقول والله خلقكم وما تعملون، الله يقول ذلك. ولأن العبد مخلوق لله فأفعاله تابعة له، إذا العبد هو مخلوق لله فأفعاله ستكون مخلوق لمن؟ لله. ولأن العبد يفعل بإرادة وقدرة، ولا لا؟ يعني إذا أنا الآن أردت أن أشرب وعندي قدرة على الشرب، لو لم أكن مريدا للشرب مثلا صائم ما بيشرب حتى لو موجود واستطيع أشرب، لكن لا ما أريد، صح؟ ما أريد. إذا أردت بقي ماذا؟ يكون عندي قدرة على الشرب، فبالإرادة والقدرة أفعل، ولا لا؟ بسم الله. لو ما أردت ما شربت، ولو أردت وما أستطيع ما شربت، لك عندي إرادة وعندي قدرة بهما أفعل، صح؟ طيب الآن السؤال، ما الذي خلق في إرادة وقدرة بهما أفعل الأفعال؟ الله خلق العباد إرادات وقدرات، صح ولا لا؟ أعطانا الله قدرة وأعطانا إرادة، نختار بإرادتنا ونعمل بقدراتنا، فبالإرادات والقدرات تتم أعمالنا. فصح أن يقال الله خلق العباد وخلق أفعالهم، واضح؟ طيب والشرع، شرع الله لنا، حدد الحدود، وفرض الفرائض، وهذا مستحب وهذا واجب، وهذا افعل وهذا لا تفعل. فشرع لنا، أرسل الرسل وأرسل الكتب، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق والعلم النافع والعمل الصالح، فأمر ونهى ووعد وتوعد وضرب الأمثال وحلم على عباده ودعا للتوبة ودعا للاستقامة وأمرهم يشكروه ويستغفروه. الشرع موجود. فنحن نؤمن بماذا وماذا؟ بالقدر، بأن الله عز وجل قدر كل شيء، ونؤمن بأن الله شرع لعباده شرائع. طب أين البحث اللي نبحث فيه؟ فيما قدر الله ولا فيما شرع الله؟ فيما شرع الله. لا تسأل عما يفعل، فعل الله ما شاء، قدر ما شاء، في علم الغيب عنه ما نعلم، القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا ليس شأنك، لما فعل، لما خلق، لما شاء، هذا ليس بشأنك، ليس لك ما بشيء، وإنما شأنك يا أخي إيش؟ فيما أمرك الله شرعه، ما هو الحلال والحرام، كم ركعة، كيف شروط الصلاة، يجوز أو لا يجوز، هذا بحثك. فقال العلم كمختصرة، لا تسأل عما يفعل جل وعلا، واسأل عما
تفعل أنت. يعني فيما شرع الله لك ابحث، فيما قدره الله هذا لا يعلمه إلا الله، حتى الملائكة ما يعلمون. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، حتى الرسل لا يعلم. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، وهذا في علم الغيب عند الله عز وجل. علم فكتب، فشاء فخلق. واضح؟ فنؤمن نحن بالسنة بالقدر والشرع والحمد لله. نعم. قال هذا ما قاله ابن عباس في تفسير هذه الآية: لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية نهت عن اتخاذ الأنداد، وهذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وابن عباس رضي الله عنهما مثل بالشرك الأصغر لينبه به على ما هو أشد منه وهو الشرك الأكبر. فإذا كان الشرك الأصغر لا يجوز، فكيف بالشرك الأكبر؟ السلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على منع الشرك الأصغر، لأنه نوع من الشرك. وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، يشمل هذا وهذا. صحيح. يعني ذكر ابن عباس صور من الشرك الأصغر، إذن هذه من الشرك، فكيف عاد بالشرك الأكبر؟ فيدخل الشرك الأكبر من باب أولى. إذا كان الشرك الأصغر داخل في هذه الآية، فالشرك الأكبر داخل أوليا، وهذا لا بأس به. كما قال الصحابة والسلف في عرض ذلك، من ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على علي وفاطمة رضي الله عنه، فقال: ألا تصليان؟ دخل على ليلة، فقال: يا رسول الله، أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلهم وإن شاء قبضهم. قوموا صلوا، أكيد لروح بيد الله. فكان الجواب أحسن من هذا، قلت: طيب إن شاء الله نقوم ونصلي، وإلا بيقال أرواحنا بيد الله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان المراد بها الآية الكافر. قال: فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية التي نزلت الكافر على علي وفاطمة، لا لأنه كفار، لكن لأنه قالوا معنى الكلام يشابه ذلك المعنى، فجاز أن يستدل بمثل هذا النص على شيء لا ينطبق على انطباق تام، وإنما فيه نوع من المعنى. فلا تجعل لها أندادا، هذا الذي يقول ما شاء الله وشئت، لم يجعل له ندا صنما أو وليا يعبده كما يعبد الله عز وجل، وإنما أتى بلفظ شركي. والشرك لفظ، لو كان عمل اتخذ شريكا مع الله لكان كافر كفر أكبر، لكن هنا شابه الكفار بالألفاظ فيسمى الشرك أصغر. فاستدل بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. لو استدل أحد بالشرك الأصغر على الشرك الأكبر، فالشرك الأكبر لا يدخل في الشرك الأصغر، بينما الشرك الأصغر داخل في الشرك الأكبر. فالاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر يعني دليل على أن الشرك الأكبر أولى أن يجتنب. إذا الأصغر يجتنب، فما بالك الأكبر؟ واضح؟ يعني لما قال: فلا تقل لهم أف، يعني إيش من باب أولى؟ لا تضربهما، لا تشتمهما، لا تلعنهما، إذا أف لا، فكيف عاد شيء أكبر؟ فابن عباس قال: يعني قول الرجل ما شاء الله وشئت وقول، هذا من الشرك، فكيف عاد لواحد نصب صنما إلها وأخذ يعبده من دون الله؟ هذا داخل في الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: استفاد من هاتين الآيتين مع قول ابن عباس رضي الله عنهما مسائل كثيرة. المسألة الأولى أن التوحيد هو أعظم مأمور به، لأن الله بدأ به في أول نداء في المصحف الشريف، اللي هو قول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون. نعم. المسألة الثانية: الآية دليل على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي، لأن الله أخبر أن المشركين يعلمون هذا، فقال: وأنتم تعلمون، أنه لا خالق لهذه الأشياء المذكورة وغيرها إلا الله،
لماذا تعبدون معه غيره لمن لا يخلق شيئا؟ تعلمون بأن الله هو الذي أنزل من السماء ماء، والذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء وأنزل الثمرات رزقا لكم، تعلمون ذلك، لماذا تجعلوا عن ذلك؟ فما علمهم بالربوبية مع ذلك دعاهم إلى التوحيد، معنى أنهم لم ما حققوا التوحيد بمجرد الربوبية. نعم. قال المسألة الثالثة: في الآيتين الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، وأن توحيد الربوبية وسيلة وتوحيد الألوهية غاية، لأنه هو المقصود وهو المطلوب من الخلق، لأنه لما أمر بعبادته ذكر توحيد الربوبية، ففيه الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. صحيح، وقلت لكم هذا كثير في كتاب، اقرأ بتدبر تجدها. ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. إذن ربنا جل وعلا يذكر الربوبية استدلالا بها الألوهية. الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أذكر الربوبية. ماذا قال؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا قال في سورة الناس؟ قل أعوذ برب الناس. شوف الربوبية، ملك الناس. ماذا قال؟ إله الناس معبودهم. فيذكر التوحيد الربوبية استدلالا به على ما يلزم منه وهو توحيد الألوهية، خلاص الدين لله. نعم. المسألة الرابعة: لا يأتي الأمر بالتوحيد بل لابد من النهي عن الشرك، لأن الله قال في الآية الأولى اعبدوا ربكم، وقال في ختام الآية الثانية فلا تجعلوا لله أندادا. نعم. فدل على أنه لا بد من الجمع بين الأمرين، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. الذي يقتصر على الأمر بالتوحيد ولا ينهى عن الشرك لم يقم بالمطلوب، لأن ذلك لا يحقق شيئا. وهذا في القرآن كثير، دائما بجانب الأمر بالتوحيد النهي عن الشرك. قال تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أمر ونهي. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا فيه الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فالإيمان بالله لا يكفي، لا بد من الكفر بالطاغوت. وكل رسول يقول لقومه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بد من الجمع بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. نعم. بل حتى كلمة التوحيد فيها ماذا وماذا؟ نفي للشرك وإثبات التوحيد. فقول لا إله نفي عام، إلا الله إثبات خاص، صح؟ لا إله إثبات عام ينفي جميع، عفوا، لا إله نفي عام ينفي جميع الآلهة المستحقة للعباد، ما في إله يستحق أبدا ولا واحد من الآلهة الطاعنة، يستثني واحد وهو الله فقط، إلا الله، صح؟ كل الآلهة باطلة، يعني باطلة يعني معبودة بالباطل. طيب سؤال: لا إله إلا الله، ما توكيدها؟ مر عليك توكيد لهذه الكلمة وهو أحسنت، وحده ولا شريك. لا إله إلا الله توكيد ماذا؟ وحده لا شريك. أليس لها ركنان؟ لا إله إلا الله نفي وإثبات. قول وحده هاي توكيد للنفي ولا للإثبات؟ ها؟ للإثبات. لا شريك له توكيد للنفي، واضح؟ لا إله إلا الله وحده هاي توكيد ليش؟ إلا الله. لا شريك له توكيد للنفي للا إله. هذا الأمر العظيم الجلل. فالله جل وعلا لم يأمر بعبادته فحسب، بل أمر بعبادته وعدم الشرك ونهى عن الشرك، وهذا كثير في كتاب الله. شوف هذه الآية واضحة: واعبدوا الله، قال ولا تشركوا به شيء. بل في سورة الأنعام في الوصايا العشر ماذا قال جل وعلا؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيء، ولا نهي عن الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المبيقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. وهذا ما لا يقوم به كثير من الناس، حتى دعوات وجماعات وأحزاب طاعمة تزعم أنها تريد تطبيق الإسلام ووسط الإسلام، لا تجد لهذا الأمر وجود إطلاقا، وإن وجد فنزل يسير.
وهو النهي عن عبادة غير الله. يتكلم عن الفساد، عن الطمع، عن الجشع، عن الظلم، عن الصحة، الاقتصاد، التدريس، التعليم، لكن النهي عن الشرك ليس من أبجدياتهم ولا من أولياتهم ولا من نهاياتهم ولا من أواصل مطالباتهم، يمرون بهم مر الكرام. هذا إن لم يكن منهم من يقع في ذلك أيضا، نسأل الله العافية. فهذا يدل على بطلان دعوة هؤلاء جميعا. الدعوة الحق هي دعوة الأنبياء. فما من رسول جاء إلى قوم ماذا قال؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبعضهم يجعل الشرك بالله عز وجل هو تحكيم القوانين، تحكيم، هذا هو الشرك، هذا الشرك، هذا العصر، هذا شرك القصور، وكأن عبادة غير الله ليست من الشرك، وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. كم واحد أسند له الحكم وهو لا يحكم ما أنزل الله، وكم واحد من عامة المسلمين من واقع في الشرك، عبادة القبور والأولياء، يعني كم في كم حاكم في الدنيا؟ الدول الإسلامية غير الإسلامية كم؟ 300-400. لكن تعال شوف الملايين الذين يعبدون غير الله، مليارات يعبدون غير الله، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين. آلهة كثيرة، بعضهم يقول ذهب زمن الأصنام. أين ذهب؟ الآن الأصنام يعني أكثر من اللي قبل بآلاف المرات، انتبهتم؟ بل أصبح الآن كل واحد من أصحاب الديانات كل واحد يحمل صنم، اللي يعلقه بصدره، واللي عرضه بسيارته، واللي تحت رؤوسه أصنام وصلبان وآلهة باطلة، كل واحد يفتح الدرج عنده صنم. أصنام زالت جدا، بل حتى أن من المسلمين من يقع في أشياء مثل هذا، يعظم التصاوير، يعظم التماثيل. لو أن شخصا ما أساء إلى الصورة، صورة فلان، ربما يبلغ الأمر إلى القتل، وهو سائر الصورة، ما سائر الشخص نفسه. هذا تعظيم الصور، تعظيم الصور، هذا يخدش التوحيد. فلكل الآن ما في أصنام، هذا كذب، هذا كاذب أشر، يريد أن يقرر دعوة الشرك وتقليل من دعوة التوحيد. وإلا الشرك اليوم أكثر من قبل بكثير، له صور يتفنن به في الجرائد وفي الإعلام وفي الوسائل النقالة وغيرها، مليان شيء يسمون أبراج، يسمون شيء يسمون حظ، شيء يسمون كهنة، شيء يسمون سحرة، يسمون خفة يد، يسمون واستعانات بجن وشياطين وتعليق التمام. اليوم أشكال وألوان، بعض إلكتروني، أشكال وألوان، كيف لم تعد التمام السابقة اللي هي أشياء بدائية، بل اليوم تطورت جدا. لا بد أن نعرف أن الله عز وجل كما أمر بعبادته جل وعلا نهى عن الشرك، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. المسألة الخامسة، قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة أن هذه الألفاظ التي ذكرها ابن عباس تجري على ألسنة كثير من الناس وهي من الشرك، لكنه شرك أصغر ويسمى شرك الألفاظ، ولو لم يقصد لقلبه وهو من اتخاذ الأدب. المسألة السادسة في أن السلف تسمية الشرك لفظي لا يعني أن ما في شرك لفظي بالألفاظ وهو أكبر، يعني هذا اصطلاح سنة الشرك الأصل، شرك إيش؟ قول، وشرك لفظي، لأن في شرك لفظي هو أكبر ولا لا؟ اللي هو دعاء غير الله، الذي يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، إيش فعل هذا؟ هذا شرك أكبر، لا تدعو مع الله إلهًا آخر. فتسميته لفظي لأنه يقع بالألفاظ، كما أن الشرك الأصغر منه ما هو إيش؟ ليس بالألفاظ، كتعليق التمام، هذا أيضًا من الشرك الأصغر، وهو ليس بلفظ. نعم. قال المسألة السادسة هي أن السلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن ابن عباس استدل بالآية على ذلك، لأن يعني الشرك الأصغر يجر إلى الشرك الأكبر، فيه الابتعاد عن الشرك من كل الوجود باللفظ والنية وبالفعل.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله أي أقسم بغير الله، كأن يقول والنبي، أو يقول والأمانة، أو يقول وحياتك، ما فعلت كذا، وما أشبه ذلك، بأن يقسم بمخلوق، فالحلف والقسم تأكيد شيء بذكر معظم على وجه مخصوص. وكل من سوى الله فهو مخلوق، سواء كان نبيا أو رسولا أو كعبة أو سماء أو نعمة أو شرف أو ذمة، كل هذه مخلوقات من دون الله، فالحلف يكون بالله عز وجل وحده. طيب لو أقسم شخص ما وقال: أقسم بحق الله، ما اسمك؟ سلطان العظم. يا سلطان، واحد يقول أقسم بحق الله، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لا يجوز، الله أعلم، ما في وقت. اختر الإجابة الصحيحة. مثل وحياة الله؟ لا، مو وحياة الله، خلنا وحياة الله. أنا أقول أقسم بحق الله، يجوز لا يجوز، الله أعلم. الله أعلم. طيب أقسم بحياة الله، يجوز؟ ما قلت الله أعلم، يجوز. أي صح، تمام. ها أستاذ، يجوز واحد يقسم بحق الله؟ العازم قال الله أعلم، أنت تقول يجوز. نبي واحد يقول لا يجوز. ها العازم الثاني لا يجوز. طيب أنت الآن أخطر جواب عندك أنت يا أستاذ، ما هو حق الله؟ أصبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، صح؟ هذا حق الله، أن يعبدوه. ما الذي يعبد؟ ما الذي يقوم بالعبادة؟ أنا وأنت فلان، صح؟ إحنا نصلي، إحنا نصوم، أليس العبادة؟ حق الله علينا أن نصلي، أن نصوم، أن نركع، أن نسجد. والآن قررنا بالدرس أن العبد مخلوق لله وأفعاله مخلوقة لله، فحق الله أن نعبده، صح؟ بالعبادات، والعبادات أفعال العباد، والحلف لا يجوز أن يكون إلا بالله، لا بالله عز وجل، لا بغير الله عز وجل بالذوات، ولا بالأفعال العباد. والآن السؤال من جديد، اسمع الآن: هل يجوز الحلف بحق الله؟ لا يجوز، لأن حق الله ماذا؟ عبادته، وعبادة العباد من يقوم بها؟ العباد، وأفعال العباد مخلوقة. طيب هل يجوز الحلف بحياة الله؟ لا يجوز. موت. يجوز. يجوز على كلامه. حياة الله صفته، صح؟ حياة الله صفته، يجوز الإنسان يحلف. يقول وحياة الله، ها؟ مشهورة عند بعض المسلمين، وحياة الله وحياة الله، هذا لا بأس به. طيب وحياتك يجوز؟ ما يقول وحياتك؟ ها؟ واحد يقول وحياتك يجوز؟ ونور عينيك؟ ما يجوز، صح؟ ما يجوز تحلف لا بعين فلان ولا بحياته ولا بأسنانه، صح؟ ما يجوز. من كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت. احلف بالله وحده، واضح؟ طيب كم؟ قال: وهو تعظيم للمقسم به. يعني لو حلف إنسان بآيات الله، أقسم بآيات الله، بعد إقراء يعني وارد على بعض الأسماء، أقسم بآيات الله. أول، ما هي آيات الله؟ في آيات كونية، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، ها؟ الشمس آية، القمر آية، الإنسان نفسه آية. فإذا أردت بالآية العلامة المخلوقة التي تدل على عظمة الله، لا يجوز التحريف، وتطلق الآية ويراد بها كلام الله، وهي ما بين فاصلتين. نقول مثلا سورة تبارك 30 آية، فهنا يجوز أن يقسم الإنسان بكلام الله، لأن كلام الله صفته، فصار في تفصيل إن أقسم بآيات الله ويريد بذلك إيش؟ صفة الكلام لله، فيجوز. أما يقسم بآيات الله الكونية المخلوقات، لا يجوز، واضح؟ ثم هنا في مسألة مهمة جدا، أن في حلف على السنة، يعني بالألفاظ اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ يحلف بها،
فكان يقول ولد نفسي يده تالله ها بالله، فيقسم بهذه الايمان اللي كان النبي عليه الصلاه والذي بعث محمدا بالحق والذي بعثني بالحق، هذا يكون طبق السنه مع حلف بالله وطبق السنه. احسن ما يتفنن بعض الايمان ربما يقع في شيء خطا، والسنه معصومه من الاخطاء. نعم. قال وهو تعظيم للمقسم به وتعظيم انما يكون لله سبحانه وتعالى، المخلوق لا يقسم الا بالله او بصفه من صفات الله عز وجل. اما الله سبحانه وتعالى فانه يقسم بما شاء من خلقه، اما المخلوق فلا يقسم الا بالله، ولا يجوز له ان يقسم بغيره كائنا من كان. لا يقسم بالانبياء ولا بالملائكه ولا بالصالحين ولا يقسم بالكعبه ولا يقسم باي شيء الا بالله سبحانه وتعالى. طيب جميل، هنا يفيدنا الشيخ بان لا يشكل علينا ان الله اقسم بالعصر والفجر والليل، بل اقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرك، هذا ايضا موطأ القسم. الله عز وجل له ان يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهذا قسم المخلوقات بعض العلم يحمل على ان فيه محذوف، يعني والشمس وضحاها يعني ورب الشمس، لكن لو قلنا ان ما في محذوف مقدر واقسم الله بالشمس فالله عز وجل يشرع ما يفعل، هذا ليس فيه اشكال ابدا. فالله يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لك ان تقسم بشيء من مخلوقات الله، لا يشرع ما يفعل وهم يسألون. واضح ولا لا؟ وذاك لو قتلت انسانا انت، لو قتلت انسانا ستسأل عن ذلك على اي اساس تقتله، صح؟ لكن لو ارسل الله على الصواعق او زلازل او فيضانات وجرف من البشر، نساء واطفال وابرياء وطفل توا مولود وجنين داخل بطن امه ما ارتكب شيئا، هل يسال الله عن ذلك؟ من يساله؟ فالله يفعل ما يشاء لحكمه، ما يخلق عبثا ولا يرسل شيئا عبثا، لكن الله له حكمه بالغه ما يعلمها الا هو، يفعل ما يشاء لا يسال عما يفعل. فلا يجوز انسان ياتي ويقول يجوز ان نحن بغير الله، لان الله قال والشمس وضحاها، قال والضحى، قال والليل اذا يغشى. لا، الله يقسم بما شاء من مخلوقاته وشرع لنا ان لا نقسم الا به سبحانه وتعالى. نعم. ولو في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله كائنا من كان، من ملائكه او انبياء او اولياء او مشاعر او مقدسه او غير ذلك. نعم. فقد كفر واشرك، وهذا اما شك من الراوي يعني هل قال الرسول كفر او قال اشرك، او ان او بمعنى الواو، لان او تاتي احيانا بمعنى الواو في لغه العرب، يعني فيكون المعنى فقد كفر او اشرك، يعني جمع بين الكفر والشرك، لان بين الشرك والكفر عموم وخصوص، فكل مشرك كافر، ليس كل كافر يكون مشركا. وقد يرد سؤال هنا وهو انه جاء في بعض الاحاديث الحلف بغير الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق، مع قوله من حلف بغير الله فقد كفر واشرك، فما الجواب؟ هذا حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل افلح وابيه ان صدق، فاقسم بابي الرجل، والحديث صحيح وثابت. فما الجواب؟ يقول الشيخ قال رحمه الله وأجاب عنه العلماء بجوابين، الجواب الأول أن هذا قتال لا يقصد به اليمين، وإنما يجري على الألسنة من غير قصد اليمين. الجواب الثاني أن هذا كان قبل النهي، كان في الأول يجوز الحلف بغير الله، وبعد ذلك نهي عن الحلف بغير الله، فقوله أفلح وأبيه وأمثاله يكون منسوخا بالنهي عن الحلف بغير الله، وهذا هو الذي رجحه في الشرع. نعم. أجيب عن هذا بجوابين أبو الشيخ، الأول أن هذا مما جرى على ألسن الناس ولا بدون بالحلف، وهذا في الحقيقة مشكل، لو قيل هكذا إذا لو يقولون النبي والنبي هل إيش بعد؟ بدل يقول لو سمحت يقولون النبي
خذ والنبي ها رد عليه والنبي يعني يجعلها أصلا في مكان لو سمحت صح؟ فيقول أنا ما قصدت. فلو كان هذا هو الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه ولم يرد ماذا؟ ها الحلف وإنما جرت على اللسان دون قصد الحلف، أتمنى من بعد يحلف بغير الله ويقول جرت على اللسان. واضح؟ لكن الأرجح أن هذا الحلف كان متداول ثم جاء النهي. والدليل أن الصحابة كان يقول ما شاء الله وشاء محمد ومتداول بينهم ثم جاء النهي صح؟ وذاك لما رأى أحد الصحابة في منامه أنه مر به نفر من اليهود فقال إنكم أنتم القوم لولا تشركون، هو يقول لهم قال تقولون عزير بن الله، فردوا عليه قال إنكم أنتم القوم لولا تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مر بي نفر من النصارى فقال إنكم أنتم القوم لولا تشركون، يقول لهم إنكم أنتم القوم لولا تشركون تقولون المسيح ابن الله. قال فقالوا إنكم أنتم القوم لولا تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. استيقظ من نومه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بما رأى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وددت لو أني نهيتكم عن ذلك. قيل أنه حمله الحياة ثم نهى وثبت النهي أن ما يقال ما شاء الله وشاء محمد ولا ما شاء الله وشئته. واضح؟ فإذا كان كما أنك ما شاء الله وشئت كان موجودا ثم نسخ وجاء النهي، فما المانع أن يكون إيش الحرب بغير الله كان موجودا ثم جاء النهي؟ هذا أحسن. طيب إن قال قائل هل في أقوال أخرى؟ في أقوال ضعيفة ساقطة جدا، منها أن قالوا هذا قبل التنقيط، قبل لا تنقط الحروف وتوضع الهمزات والنقاط وفوق وتحت، هو أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح والله إن صدق، يعني الآن هذا أبي وأبي أرفعها شوي ها شو تصير بدل السنتين هذا حطها شوي ها تصير والله، فأصلها أفلح والله إن صدق. فبعض الرواة ظن أن إيش أفلح وأبيه، وهذا بعيد جدا. السبب لأن الحديث ما كانت تروى بالكتابة، كانت إيش تروى باللفظ يحدث أحدهم الآخر، ثم حتى هذا الحديث في حديث آخر غيره أيضا في إيش قال ألا وأبيك لا أنبئنك، ألا وأبيك لا أنبئنك، لمن سأل عن الصدقة وهنا قال أفلح وأبيه. فالقول إن هذه أصلها ها أفلح والله ثم حصل التصحيف، يعني التصحيف كما يسمى عصر اليوم خطأ مطبعي أو إملائي، فظن أن إيش أن هي أبيه وهي إيش والله، هذا خطأ بعيد جدا. طيب لو قال قائل لماذا ما يكون المعنى أفلح هو وأفلح أبوه، نقول ما تمشي مع قواعد اللغة العربية، لأنه لو أراد أفلحه وأفلح أبوه لقال إيش أفلح وأبوه، لأن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب وتخفض وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وهنا ما الذي خفضها؟ الواو اللي هو إيش حرف القسم، حرف القسم حروف جر، حرف القسم الواو والتاء والباء حروف جر، فلو أراد أن يعطف الأب على الذي أفلح لقال أفلح وأبوه، لكن ما قال أفلح وأبوه، قال أفلح وأبيه. فأحسن ما يقال أن هذا كان جاريا ثم جاء النسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وقوله من كان حلفا بالأحد الله أو ليصمت. نعم. قال والشاهد من الحديث للترجمة أن الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد لله سبحانه وتعالى، لأن الند معناه النظير والشبيه، الذي يحلف بغير الله يجعل المحلوف به ندا لله وشبيها له سبحانه وتعالى. نكتب على القدر حتى نعطي يعني التعليقات حقها، ما نستعجل، يكفي على المقدار اليوم. الله تعالى، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.